السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير أعزائنا المشاهدين. غادر رمضان ومعه توقفت الدراما اليمنية عند الحلقة 30 في بعض المسلسلات، وبعضها لم تكمل العدد. الدراما اليمنية التي ارتبطت بشهر رمضان أصبحت ضمن المألوف الرمضاني، تحضر بحضوره وتغيب طوال العام إلا فيما ندر، والنادر لا حكم له بحسب المرويات. حتى أن أحد المتابعين أطلق مصطلح دراما السمبوسة التي تحضر بحضور السمبوسة وتغيب بغيابها. القنوات المحلية التي زاد عددها فتحت مساحة للعديد من المسلسلات المحلية التي تناقش قضايا كثيرة، ودخلت قنوات بشكل محوري في الدراما مثل قناة حضرموت التي عرضت مسلسل الجمرة، أكثر المسلسلات التي عكست مضمونا جديدا يتعلق بالبداوة الحضرمية. وبحسب نقاد تظهر الدراما اليمنية مكررة وتفتقر إلى مقومات العمل الفني من حيث الفكرة والأداء والإخراج، كما تبتعد عن الاحتراف الفني نتيجة أسباب موضوعية من بينها غياب الإرث الفني والسينمائي ومنظومة سياسية وفكرية واجتماعية غير متصالحة مع الفن. على الرغم من أن الدراما اليمنية موسمية الإنتاج، فإن هذه الأعمال تعاني من فقر إبداعي في الشكل والمضمون، حيث تظهر شخصية اليمنية في الدراما شخصية مهانة ومشوهة، كما لو أن تشويه اليمني هدف بحد ذاته. مشاهدينا الكرام، حول شخصية اليمنية في الدراما اليمنية ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. 4-3-2. رغم حداثة الدراما اليمنية نتيجة عوامل كثيرة من بينها غياب التأهيل الفني، إلا أنها في العقود الأخيرة شهدت حضورا أكثر لأسباب من بينها توسع مساحة الإعلام المرئي الرسمي والأهلي، وكذلك حضور مؤسسات إنتاج جديدة وإن كانت محدودة. متعلين المجد أفعال وأقوال، كل واحد أفعاله تسابق أقواله. الشخصية اليمنية في المسلسلات الرمضانية هي محور الدراما إذا ما تعلق الأمر بتحليل المحتوى الفني من حيث الشكل والمضمون، والذي يغلب عليه الطابع الاجتماعي، حيث الأسرة ومؤسسات العمل والمجتمع مسرح العمليات الفنية. يرى متابعون أن العذر قد يكون ملموسا لبعض الفنانين الذين ظهروا بشكل مرتبك وهم يؤدون أدوارا ليسوا مقتنعين بها تحت ضغط ظروف الحرب وربما الحاجة، وظهروا بأداء غير مقنع للمتابع الدقيق على الأقل. مسكين هذا الولد، انظلم حتى من أقرب الناس له. الارتجال والعشوائية سمات بارزة في المسلسلات على اختلاف مضامينها ومنتجيها ومخرجيها، لم ينبثق عنها عمل على قدر جيد من الجودة الفنية من حيث الشكل والمضمون. تنسلن مرتان ليش يا بنزل بدون بتخبي. المسلسلات التي تم بثها في وسائل إعلام الانقلاب هي الأخرى كانت أكثر ركاكة يغلب عليها الطابع التعبوي، كما تضمنت تحريضا مناطقيا على أبناء الجنوب وتشويها لشركات اقتصادية بعينها، كما في مسلسل كله يهون في النسخة الثانية. ضعف الخيال الفني أفرز أعمالا فنية قائمة على تشويه الشخصية اليمنية وأظهرها مظهر الشخص غير العقلاني. هذه هي أبرز الملاحظات على المحتوى الفني، إضافة إلى ضعف الحبكة الدرامية في السيناريو الأصل والذي انعكس على أداء الفنان. تخطو الدراما اليمنية بشقيها الاجتماعي والسياسي خطوات حثيثة نحو الاحتراف الفني الذي لا يزال الطريق إليه طويلا كما يبدو، إلا أن البلد الذي يفتقر لبنية تحتية فنية وعلمية يصر فنانوه على حقهم المشروع في الإبداع ولو من باب تسلية المشاهد في زمن المواجع. أعود إليكم مشاهدينا الكرام، وينضم معنا عبر الأقمار الصناعية الممثل والمخرج من مأرب فهد القرني. مساء الخير أستاذ فهد، وكل عام وأنت بخير. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة بلقيس، ولك التحية ولهذا البرنامج التحية، ولكل مشاهدينا، وكل عام وأنت بخير، وكل عام وشعبنا اليمني بخير، وكل عام والجميع بخير، وكل عام والوطن بخير. أهلا بك معنا أستاذ فهد. لو بدأنا بالحديث معك عن مسلسل الجمرة، أود أن تحدثني بداية عن فكرة المسلسل والهدف منه.
جميل أختي الحبيبة، قبل أن أتحدث عن مسلسل القمرة دعينا نعرج على ما جاء في التقرير. تحية لمن ساغوا هذا التقرير ولمن قرأ هذا التقرير ولمن أعد هذا التقرير. نتفق معه في بعض الجوانب ونختلف في بعضها. حقيقة الدراما، أولا أن نتحدث عن دراما يمنية وعن إنتاج درامي في هذه الظروف وفي هذا التوقيت وفي هذه حالة الحرب التي تعيشها البلد، هو بحد ذاته إنجاز. اليوم يفترض بأن الثقافة، الفنون، الإبداع، الدراما تنعكس عليها ظروف الحرب، لكن مع هذا الحمد لله تم إنجاز بعض الأعمال، وهذا إنجاز بحد ذاته. صحيح أتفق مع الأخ الذي ساغ التقرير، إشكالية الدراما اليمنية لا تكمن في الكادر فقط، بل تكمن في الخبرة، تكمن في الإعداد، تكمن في الإنتاج، تكمن في النصوص، تكمن في أيضا في الكادر المؤهل. الكادر قد يكون موجود لكن التأهيل ينقصه التأهيل. أما عن مسلسل القمرة عزيزتي، أولا هو مسلسل فانتازي تاريخي يتحدث عن حقبة زمنية عاشها أجدادنا اليمنيون في ساحل حضرموت وفي صحراء حضرموت والمناطق المجاورة لها، مأرب والجوف، وهي حياة البدو. البدو في تاريخنا اليمني ظل عبر تاريخ الدراما اليمنية من يوم أسس التلفزيون اليمني في الستينات إلى اليوم، إلى ما قبل أن نبدأ، وكان الفضل الله ثم القناة السعيدة والآن قناة حضرموت، أن بدأنا في الموضوع المسلسلات البدوية. البداوة في التاريخ اليمني ضاربة الجذور، لكن ظل خلال الفترة السابقة هناك تهميش للدراما البدوية. المسلسل القمرة مسلسل بدوي بطابع فانتازي تاريخي، القصة من خيال كاتب. هدف كان المسلسل وقصة المسلسل هي استعراض أولا لحالة العادات والتقاليد للبدو حضرموت بالتحديد، لأنه حضرموت لها خصوصية في البداوة، حيث أن عادات وتقاليد تاريخية أم ما زالت حتى الآن؟ يعني بعضها ما زالت موجودة لكن غالبيتها اندثر. إحنا قبل أن نعمل المسلسل قمنا بإعداد بحث استمر لمدة 8 أشهر حول تراث البدو، خاصة في مناطق الصيعر والمناهيل والحضرموت بشكل عام، فوجدنا أن معظم عادات وتقاليد البدو اندثرت عموما، فكانت الفكرة بإحيائها من خلال استعراض قصة كتبها أحد الكتاب الحضارم وانتجتها شركة أوام، والحمد لله رب العالمين كانت تجربة ناجحة إلى حد ما. المسلسل كان إنتاجه ضخم جدا من حيث الإعداد والترتيب وأيضا، لكن كانت ظروف أيضا معاكسة، حتى أن حضرموت الآمنة كان هناك بعض العراقيل، ومع هذا خرج العمل والحمد لله. نعم، ستحدثني فيما بعد عن هذه العراقيل التي ربما توجهنا في أغلب المسلسلات، ليس فقط مسلسل الجمرة، ولكن أستاذ فات ما مدى تفاعل المشاهد مع المسلسل؟ يعني ربما هناك بعض الانتقادات بطبيعة الحال لا يخلو عمل يعني من الانتقاد ومن الترحيب، ما هي أبرز الملاحظات التي وصلت إليكم إيجابا وسلبا؟ أولا في الدراما سواء محليا عربيا عالميا، النقد هو روح الدراما أصلا، هو روح السينما، روح الفن، روح الإبداع. من غير نقد لا يبنى ولا يستمر ولا يتطور. النقد هدفه الرئيسي هو التطوير، وأنا أتحدث هنا عن النقد البنا، طبعا النقد المهني. نعم، حينما نتحدث عن نقد مهني، نقد مهني، لابد أن نعرف أولا أن لا دراما بلا نقد، لابد من نقد ليتطور، لكن عندنا إشكالية، لا يوجد بالحد المفهوم الواسع للنقد، لا يوجد نقاد دراميين متخصصين. أنا حينما أتحدث عن نقد أتحدث عن نقد الصورة، أتحدث عن نقد الكواليتي، أتحدث عن نقد الدوزيلف، أتحدث عن نقد حركة الكاميرا، أتحدث عن نقد النص والحبكة، أتحدث عن نقد الأداء، أتحدث عن نقد المحاكاة، أتحدث عن نقد، هذه خصوصيات فنية بحتة يحتاج المتخصصين. نعم، هذه عمليا لا 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 لا، يعني أنت تحدثني أيضا أن هناك فقر في الكادر في النصوص في كذا، إذا يعني إذا كان هناك فقر في الدراما اليمنية بشكل عام بطبيعة الحال سيرافقها فقر في الجانب النقدي، يعني هذا وضع طبيعي. لكن يعني أنا أحدثك يعني لم يعني نعم، ليس نقد ربما فني، أنا ما سألتك عن ربما المشاهد، أنت يهمك المشاهد الذي تتوجه له. تفضل.
أكيد أكيد يا أستاذة. هو بس أحب أوضح لك وأوضح للمشاهد، هناك فرق بين النقد والانطباع. ما يصلنا من المشاهدين عبر رسائل الفيسبوك هو مهم جدا، لأنه بالأخير معيار وميزان، لأنه إحنا نصنع الدراما لمن؟ للمشاهد. فرأي المشاهد أمر أساسي ومهم، لكن لا نستطيع أن نقول أن رأي بعض أو رأي المشاهد سواء كان إيجابا أو سلبا أنه نقد. لا، النقد بمفهوم المهني هو والذي نبني عليه هو للمتخصصين. إحنا عندنا فقر كما سلفتي يعني في النقد، لكن ما وصلنا هو انطباعات، انطباعة المشاهد، انطباعة بعض النخب، انطباعة بعض الصحفيين، انطباعة مئة الآلاف من المشاهدين. نحن في شركة أوام قمنا شكلنا فريق لاستقبال كل ما قيل حول المسلسل سلبا وإيجابا، وتلقينا طبعا عشرات الآلاف من التعليقات حول المسلسل والانطباعات والآراء من المشاهدين طبعا عموما. نعم. وكيف كانت المعايير؟ نعم. إذا تحدث جميل، إذا استطعنا إذا يعني أن نفرز هذه التي وصلتنا وهي بحدود تقريبا 60,000 تعليق. جميل. حول ومقال صحفي، بعض المقال الصحفية، لكن إجمالي ما رصدنا إحنا 60,000 من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض مقالات الصحفيين. فرزناها فوجدنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. طبعا جميعها عبارة عن انطباعات شخصية، انطباع شخصية، وجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعضها طبعا الثلاثة الأقسام بين المادح والذام، لكن هي في جزء كثير من المشاهدين يعني ركزوا على النقد، العملية يعني عملية الفانتازيا في المسلسل، يعني اللبس، المظهر، اللغة، اللهجة، وهذه حقيقة في أشياء مهمة استفدنا منها، وأشياء سنأخذها بعين الاعتبار، وأشياء كانت حقيقية يعني، وبعضها كان مبالغ فيها، وبعضها كان انطباع شخصي يعني، لكن هذا الجزء الأول. الجزء الثاني كان هناك نقد أشبه يعني انطباع أشبه بالنقد، وهو مقالات صحفية لبعض الكتاب انتقدوا العمل، مدحوه وذموه، ذكروا في إيجابية وسلبيات، وكانت غاية في الروعة، أخذناها بصدر واسع وأخذناها بجدية وسنعمل عليها. الشق الثالث كان عبارة عن انطباع سياسي، مش على العمل ولا على قصة العمل ولا على دراما العمل، كان بعض الآراء وهي يعني قليلة، لماذا وجود ممثلين شماليين مع ممثلين جنوبيين، يعني النغمة الانفصالية، النغمة، وهذه قلة لا يمثلون إلا أنفسهم، وهذا لا نسميه نقد ولا نسميه انطباع، إنما نسميه رأي سياسي في غير محله. الدراما لا سياسة لها، لا أحزاب لها، تنتمي لكل اليمن. نحن حينما اشتركنا في مسلسل القمرة، وهذا يحسب مسلسل القمرة، كان جميع الممثلين من جميع المحافظات، من جميع محافظات الجمهورية، وهذا أنا أقول أن المسلسل صنع ما لم تصنع السياسة، استطاع أن يجمع اليمنيين بلا حساسيات، لكننا كنا فنانين وفنانين فقط، لم نأتي بعناوين مناطقنا، بعناوين أحزابنا، بعناوين إنما أتينا كفنانين ومهنيين يجمعنا مشروع واحد وهو الفن والدراما. نعم أستاذ فادي، يعني ربما هذه النقطة أيضا عليها خلاف، وهي مسألة وجود كثير من الممثلين من عدد المحافظات، يعني يعطي ربما نقطة أخرى للنقد. سأعود إليك في هذه النقطة، ابقى معنا. تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة أفراح محمد جمعة خان، مديرة إذاعة المكلا ومضيعة. مساء الخير أستاذة أفراح. مساء النور. ممثلة، عفوا. أهلا ومرحبا. نعم أستاذة أفراح، يعني بالنسبة لدورك في مسلسل الجمرة حدثينا عنه. دوري شيخة قبيلة المقدم سلوم. نعم. الشيخة التي توجه زوجها دائما في قراراته، هي الشيخة التي نقول بدعابة المسيطرة على زوجها في قراراته، وهي التي دائما ما تريد لزوجها الخير وتريد مقدم طائلة على عرب قبائل الشناطيب كلها. هذا دوري في المسلسل، دور أحسست أنه سلس وبسيط، لأني بالفعل أعشق الدراما حتى النخاع يعني. نعم. طيب يا شيخة، ما هي الرسالة التي مثلها هذا الدور؟ الرسالة اللي طبعا أولا نعم. ألو أستاذ أفراح.
عم يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، الصوت يتقطع. تسمعينني الآن؟ سنحاول الاتصال بك من جديد أستاذ أفرح. أعود إليك أستاذ فهد، ربما من النقطة التي توقفنا عندها، يعني مسألة أستاذ فهد وجود ممثلين من كل المحافظات تقريبا أو من أغلب المحافظات، ألا يشكل أيضا يعني نقطة سلبية لمسلسل ما، اختلاط اللهجات بذلك الشكل، يعني حتى عدم تناسق الموضوع؟ يعني ليس في، لا أتحدث عن مسلسل الجمرة فقط، وإنما في كثير من المسلسلات يعني ربما يعني هناك من أصبحت مادة للسخرية، في عائلة واحدة، الأب صنعاني، الأم تعزية، الولد يتحدث عدني، يعني حتى لا يوجد تناسق في العائلة الواحدة، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ أختلف معك طبعا ومعها وجهة هذه النظر، أن التنوع، وجود ممثلين من جميع أبناء الوطن، هذا بحد ذاته قوة للعمل، لأنه نعم. بالأخير رسالة الدراما هي رسالة سلام محبة ورسالة، لكن مهنيا إذا كنت تقصدين نعم. أن يكون الأب بلهجة والابن بلهجة، هذا يعتمد على النص، يعتمد على فانتازية العمل، يعني بعضها معيب مثلا أن يكون الأب والأم من لهجة والابن يأتي بلهجة مختلفة، منين أتى بهذه اللهجة؟ وبعضها غير معيب أن تكون الزوجة مثلا بلهجة صحيح. والزوج بلهجة أخرى طبيعي. هذا مش معيب، هذا شيء طبيعي، لكن أن يعني يحصل، وهذا يترك للتقييم الفني. لكن من حيث المبدأ، التقاء فنانين من جميع المحافظات كما حصل في مسلسل القمرة على حد المثل، مثلا مسلسل القمرة كان هناك ممثلين من أبناء حضرموت وأخذوا أدوار بطولة، وعلى رأسهم الأستاذة الرائعة أفراح، نهنيها بالعيد وسعيدين بوجودها كان معنا في المسلسل، وأيضا كان من جميع أبناء المحافظات سواء كانوا فنيين أو ممثلين، هذا أضاف للعمل قوة، لأنه بالأخير تراث حضرموت لا يعني حضرموت، تراث البدو لا يعني البدو، بل يعني كل اليمنيين، تراثنا البدوي هو تراث يمثل حياتنا نحن كيمنيين ومسؤوليتنا نحن كيمنيين بشكل عام طبعا نعم. وإلى حد ما كان التنوع إيجابي إن شاء الله. إذن عدت معنا الأستاذة أفراح. أستاذة أفراح مرحبا بك مرة أخرى، وربما استمعت لتهنئة الأستاذ فهد القرني مناسبة العيد، ونحن أيضا نهنئك، فاتتني كل عام وأنت بخير أستاذة أفراح. وأود أن أسمع منك رسالة الدور الذي قمت به، ما هي الرسالة التي أراد يعني السيناريو المخرج أن توصليها عبرك؟ أستاذ أفراح هل تسمعينني؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، نتمنى أن تعودي معنا أستاذ أفراح، وجودك يسعدنا في هذه الحلقة. عودة إليك أستاذ فهد. أستاذ فهد بشكل عام يعني عادة ما تكون الدراما انعكاس للواقع، ما مدى مقاربة المسلسلات أو الدراما اليمنية لواقعها برأيك؟ والله يا أستاذة يعني غالبا هي انعكاس للواقع نعم. سواء واقعنا الدرامي أو واقعنا الحقيقي الحياتي، ويفترض في الدراما في كل مكان أن تكون انعكاس للواقع. الدراما المحلية التي عرضت هذا الموسم إلى حد ما كانت انعكاس أيضا للواقع، باستثناء بعض الأعمال التاريخية، وأنا أتحدث هنا عن القمرة. القمرة كان يتحدث عن حقبة تاريخية، الهدف من المسلسل القمرة كان استعراض لبعض عادة تقاليد وتراث أجدادنا البدو، والقصة هي قصة فانتازية كتبت 3 أجزاء، وبدأنا احنا في الجزء الأول، لكن بقية الأعمال كانت أيضا هي لا تخلو من مواقعات حياة الإنسان اليمني، رغم أنها بعضها أعمال عبارة عن نصوص من خيال كاتب، لكن غالبا انعكس واقع اليمنيين اليوم، واقع الحالة اليوم، واقع الحرب اليوم، واقع المأساة اليوم، وكل أبدأ وجهة نظره. أنا أود أن تفهمي عزيزتي، وأنت إعلامية رائعة وأيضا تفهمين أنه الزمان كان يقال المخرج عايز كده، الآن مش المخرج عايز كده، الآن المنتج عايز كده. من ينتج العمل هو الذي يصيغ خلفية العمل، إيديولوجية المنتج تنعكس على العمل، أفكار المنتج تنعكس على العمل، رغبات المنتج تنعكس على العمل، قناعات المنتج تنعكس على العمل، وهذا اللي حاصل. نعم، ألا يشكل ذلك إشكالية كبيرة أستاذ فهد، أن يعني أن يكون المنتج هو المسيطر جدا، فبالتالي يعني المسألة المالية جداً والمادية هي التي يعني تحرك العمل وتوجهه؟
أحسنت يا أستاذة، هذه من كوارث الدراما أن تكون انعكاس لرغبات المنتج. بالأخير يا أستاذة، من يملك المال يملك القرار. هذا الحاصل، العمل بيكون انعكاس لقناعات المنتج. إذا كانت قناعة المنتج يمين راحت يمين، كان يسار راحت يسار. نحن نقول الدراما المستقلة هي الكاتب، وبالأخير حتى الكاتب، حتى الكاتب المستقل له وجهة نظر. الدراما هي عبارة عن خيال، وعبارة عن خلق إبداعي لا تخلو من رأي المبدع، لا تخلو من رأي الكاتب، لا تخلو من انطباع الكاتب مهم. لأنه بالأخير أي عمل لا بد له من إسقاط، إن لم يكن إسقاط سياسي فإسقاط اجتماعي، إسقاط إلى ما هنالك من الإسقاطات. لكن مع هذا نقول أنه إحنا نتكلم عن واقع، واقع الدراما المنتج يملك قرار المادة، قرار النص. ذكرتم في التقرير المسلسل الذي صنعه الإنقلابيون على سبيل المثال، تابعت أنا بعضه. إضافة إلى الضعف الأشد، إحنا جميع الدراما التي اليمنية ما زالت تعاني من ضعف، سواء ننتجي إحنا أو غيرنا تعاني من ضعف، وهي الحمد لله تحبو يعني وتتطور تدريجيا. لكن الدراما التي عرضها الإنقلابيون مش لأنهم إنقلابيون ونحن شرعيون، لا، نتكلم بمنظور فني بحت، يعني كانت مستوى الفني، مستوى الكواليتي، مستوى القواعد، قواعد التصوير، قواعد الإيقاع البصري، قواعد الخط الوهمي، قواعد يعني ألف باء، إحنا فنيا نسميها ألف باء دراما، هذه كانت منعدمة يعني. لكن كان الانطباع السياسي حاضر بقوة، وهذا مش عيب، لهم رأي قالوا، وما داموا يقولوا آراءهم بالدراما لا مانع، حتى وإن كان الرأي هذا ضد الحياة، بس يظل رأي، من حقنا أن نسمعه، من حقه أن يتكلم. نحن ضد البندقية، ضد العنف، ضد الدم، ضد الـ 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 يعني الهمجية، ضد إباحة الدماء. أما أن تقول رأيك بدراما هذا شيء جميل جدا، قل ما تريد من خلال الدراما، كان فنيا صحيح ضعيف. أيضا القصة خرجت عن اللياقة أو العرف الدرامي المتعارف عليه، يعني لم تحصل. أنا يعني عرفت بأننا ناقد سياسي، وأعمالي الفنية كانت غنائية أو درامية فيها إسقاطات سياسية، وأنا أعتز بذلك. لأننا أعتقد أن الفن لابد يكون له رأي، أنا ما نش على الهامش، لن أعمل يوم كما يريد المنتج، سأعمل كما أريد أنا، قناعاتي اتفق معي الآخرون أو اختلفوا مش قرآن كريم، هي بالأخير ما أريد أن أقوله للناس يصل. لكن بالأخير في قواعد وأعراف متفق عليه فنيا. في الدراما لا يصح ولا يجوز، هذه من جرائم الدراما، أن تحقر منطقة بالاسم وبالألفاظ الصريحة، وأن تحقر يعني ما حصل إسفاف خارج عن المنطوق والمعقول. يعني التحريض ضد محافظة وضد محافظتين، هذا أعتقد بأنه مشكلة عمل درامي، هذا خرج عن كل أعراف وقواعد العمل الدرامي. نعم، إذن أستاذ فهد، يعني من ناحية يعني أخرى، هناك من يرى بأن الدراما اليمنية يعني تعاني فقر ليس يعني مادي فقط، وإنما فقر إبداعي من ناحية النصوص، من ناحية الأفكار، هناك تشابه، هناك تكرار، هناك ربما استخدام للشخصية الكاريكاتورية لإيصال الرسالة، هل من داعي لذلك؟ لا نستطيع أن نقول أن كل ما ذكرتي غير موجود، ولا نستطيع أن نقول أن كل ما ذكرتي هو الموجود. لا، في أخطاء عندنا من هذه من ما ذكرتي موجود، لكن بالمقابل استعرضوا لي المسلسلات التي كانت تعرض قبل 10 سنوات، استعرضوا لي المسلسلات التي كانت تعرض قبل 15 سنة، استعرضوا لي المسلسلات التي كانت تعرض قبل 7 سنوات وقبل 5 سنوات ثم قبل 3 سنوات ثم اليوم، ستجدون فرق أكيد. أي واحد منصف، أي واحد يعني جاد، سيجد فرق. هناك فرق في أداء الممثلين، فرق في النصوص، فرق، الفرق إيجابي طبعا. ما وصلنا إليه مش مثالي، ما زال في أخطاء بسيطة، ما زال في سلبيات، ما زال في يعني أخطاء لا يجب أن تكون الآن. لكن مع هذا الصورة تتطور، الأداء يتطور، النصوص، وهذا يعود أولا سنة الحياة، لابد من تطور، كل الاستمرار يخلق التطور. الأمر الثاني النقد، ولذلك أنا أقول للمشاهد، أقول للمتابع، أقول للصحفيين، يا إخوان إحنا ما تنتقدوا الدراما لا تنتقدوا بالانطباع السياسي، بالخلفية السياسية، بل بالثقافة، لأنه في مسؤولية مجتمعية، في مسؤولية اجتماعية، وفي على المجتمع في تطوير الدراما من خلال النقد. يعني طالما ذكرت المجتمع، هذا والله يا أخي
نعم استاذ فهد، طالما يعني ذكرت المجتمع، يعني هل هناك مشكله اجتماعيه في عدم تطور الفن سريعا؟ يعني ما زالت نظره المجتمع للفن قاصره، سواء يعني مساله العيب، الحرام، كثير من هذه يعني التابوهات التي ما زالت مغلقه بالنسبه لمجتمع يمني محافظ. يعني يا أستاذة، المجتمع مساهم أيضا في تأخر الدراما أو تطورها بلا شك. كيف؟ يعني مثلا تعال المسلسلات، ما زال في مجتمعنا اليمني واحد يجي يعمل لك مشكلة ويختل، ليش؟ والله ليش فعلت اسمي بالمسلسل؟ إيش اسمك؟ إحنا في المسلسلات البدوية كنا نعاني، هذه السنة لم نعاني الحمد لله، لكن في الأجزاء السابقة من المسلسلات البدوية يعني يأتي واحد قبيلي ويعمل مشكلة مع القناة المنتجة، ليش؟ والله أنتم ذكرتم اسمي وكان قهوجي، أنا شيخ، كيف تعملوني قهوجي؟ طيب أنا منين أجيب أسماء؟ هذه أسماء، الأسماء لا تعلل، أنا أسمي الشيخ ميسي مثلا، يعني منين أجيب أسماء؟ هذه من حياة الناس، في ثقافة اجتماعية متخلفة شوية لابد أن نعترف بها. النقد أيضا، وهذه مسؤولية المجتمعية. تعالي شوفي من ينتقد المسلسلات، البعض ينتقد هذا المسلسل ما عجبنيش، ليش فهد القرني في بوف، فهد القرني هذا اصلاحي يا اخي ما علاقتني بفهد اصلاحي ولا فهد، انتقد الماده الموجوده، هل في معيار فني خاطئ؟ اكيد فهد عنده اخطاء واللي يشتغلوا معه فهد، لكن انتقدني فنيا، لما احس ان المجتمع مركز علي فنيا ينتقد، والله هنا في عندكم دروب، في هنا عندكم راكور، هنا انتم الدراما زي ما قلتي في تبلد في الكوميديا، شيء تضحكون بالصدق حلو هذه، لكن لما يجي ينتقد البعد السياسي للممثلين او ينتقد القناه اللي تنتج او انتقاد كم هائل، والله ليش الشماليين مثلوا مع الجنوبي؟ طيب على اي اساس ابني انا دراما على هذا الاساس؟ على اساس ان انا شمالي مثلكم؟ احنا العقليات هذه تساهم في تبلد الدراما اليمنيه. تطور الدراما اليمنيه مسؤوليه الفنيين بتطوير انفسنا، احنا كفنيين مطلوب نطور انفسنا تقنيا، نطور انفسنا تاهيليا، نتاهل نحاكي الآخرين، نحاول نطور أنفسنا، وفي مسؤولية مجتمعية وهي النقد البناء اللي يركز على جوانب القصور الفنية عندنا مش على خلفيات أخرى، وفي مسؤولية للنخب. للأسف الشديد أنا ألاحظ كتاب النقاد الصحفيين، أنا المجتمع بشكل عام يعني بالأخير قد يكون ثقافته قد يكون، لكن أنتقد من النخب السياسية ومن المثقفين يأتي ينتقد ينسف مسلسل تم يعني جهود جبارة فيه مع أخطاء فيه، لكن يأتي لينسف العمل نسف وهو معد من النخب. لماذا؟ لأنه هذا فيه مجموعة من الناس إصلاحيين وفيه مجموعة من الناس شماليين وقروبين. طيب ما علاقة الخلفيات هذه في العمل الدرامي؟ الدراما لا حزب لها، الدراما لا ثقافة سوى الثقافة المجتمعية لها. يا أخي المجتمع ساهم في عرقلة تطور الدراما من خلال أيضا هذه الأمور. الأمر الثاني العيب زي ما قلتي، يعني المرأة اليمنية كسرت حاجز كبير إلى الآن الحمد لله، لكن ما زال إلى الآن نجد مثلا الوجوه النسائية محدودة جدا. كم عندنا ممثلات في اليمن؟ لو جمعتهن كامل يعني بعدد الأصابع. ليش ما زالت المرأة عند الناس عيب؟ وكأنه الرجل عادي يمثل لكن البنت عيب، وهذه إشكالية اجتماعية. الممثل والممثلة عبارة عن أستاذ وعي، وأنا هنا أقول أولياء الأمور، الممثل أستاذ وعي يقف أمام سبورة الشاشة ليربي الناس على القيم، على الفضائل، على الأخلاق، ويربيهم أيضا على ويقدم لهم إبداع، مثلما الرجل مبدع المرأة مبدعة. لدينا إشكال في هذه لا نقول أنه خلاص، لا والله إحنا اليمن قد تجاوزنا هذه المسألة، لا ما زالت موجودة ومحصورة. أيضا لدينا إشكالية في مسألة التموين. يا أختي العزيزة، على الجميع أن يفهم أن الدراما هي إمكانيات. أنتم تطالبون مثلا بتطوير أنفسنا، صحيح في أشياء لا تحتاج إمكانيات، إنه إحنا مثلا لا نعمل كوميديا بمعنى نطور أداءنا إحنا، هذه ما تحتاج إمكانيات، تحتاج إحنا نطور أنفسنا. وربما لكن أيضا هذه الرسالة في شق آخر مهم جدا. صحيح. وهذه رسالة منك أختم بها أستاذ فهد، ربما للممثلين جميعا ولشركات الإنتاج لتهتم بهذه المسألة، أيضا للنخب كما تفضلت. شكرا جزيلا لك أستاذ فهد القرني الكاتب والممثل، كنت معنا في هذه الحلقة من الممثل والمخرج عفوا، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني عبر الأقمار الصناعية من مأرب، شكرا مرة أخرى. إذن مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وتنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة أماني الذماري المذيعة والممثلة من صنعاء. مساء الخير أستاذة أماني، وكل عام وأنت بخير. أستاذة أماني، ألو، هل تسمعيني أستاذة أماني؟ هل هناك مشكلة في الصوت؟ يبدو أن هناك مشكلة، سنحاول التواصل بك أستاذ أماني. إذن لو قمنا بمراجعة سريعة يعني عن النقاط التي ذكرها الأستاذ فهد القرني، أسباب ضعف الدراما اليمنية من وجهة نظري، أن هناك مازال قصور، هناك عدم تدريب وتأهيل، لا الممثل يقوم بتأهيل نفسه، ولا هناك من يهتم بأخذ هذه المواهب. نظرة المجتمع للفن أيضا ما زالت قاصرة. تحكم شركات الإنتاج بمسار المسلسل، هناك نقاط كثيرة تحدث عنها الأستاذ فهد. بطبيعة الحال من تابع المسلسلات الرمضانية هذا العام سيجد أن هناك تنوع في هذه المسلسلات، طرحت كثير من النقاط وكثير من المقالات التي تنتقد هذه المسلسلات سلبا وإيجابا. ربما بعض النقاط والتي كنت أود أن نناقش فيها الأستاذ فهد ولكن لم يسعفني الحظ أو الوقت لمناقشته، وهي مسألة الفنان الذي هو ممثل ومخرج وكاتب سيناريو، أحيانا فنان شامل كما يقال، ولكن هناك من أخذها بمنطق آخر وهي يعني فنان يحتكر كثير من الأعمال. إذن ينضم معنا الأستاذ المخرج السينمائي عبد الرحمن السماوي من القاهرة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور، وكل عام وأنتم بخير واليمن بخير أيضا. وأنت بألف خير وصحة وسلامة. أستاذ عبد الرحمن، هناك من يرى في الأعمال الفنية بأنها أعمال هزلية قاصرة لا تؤدي الغرض منها، تأخذ منحة السخرية، وكثير من الملاحظات التي ربما يعني تطرح حول المسلسلات الدرامية اليمنية، يعني كيف تنظر إليها أنت كونك مخرج سينمائي؟ نعم، أولا دعيني أطرح مقارنة بسيطة. تفضل. في فترة الثمانينات كان هناك إلمام بالفكرة، بالعمل، بالإنتاج، بالممثل، بالإخراج، بالموضوع الاجتماعي أيضا. وتلك الفترة كان يوجد معاهد مصغرة مختصين درسوا في الخارج أيضا، وكان يتم هناك نوع الإنتاج الذي يتيح فرصة لإنتاج العمل بمستوى جيد. نعم. في التسعينات والألفية انتهت هذه تماما المعاهد، تلاشى الإنتاج الجيد، أصبح الموضوع فيه سياسة لحد ما أو بشكل ما، فقلت الدراما أو بالأصح أصبحت غير جديرة بطرحها للفكرة سواء كانت اجتماعية أو غيرها. هذا أولا. نعم. الشيء الآخر أيضا أستطيع أن أقول أن الدراما اليمنية في الوقت الراهن ظالمة ومظلومة، ظالمة من حيث تقديمها في الأداء سواء كإخراج سواء كتصوير سواء كتمثيل إلى آخر، ومظلومة لأنها لم تحصل على الكم الكافي من الإنتاج، لم تحصل على الدعم الكافي من التقدير والتكوين بحيث تكون دراما فعلية. عدم إيجاد استديوهات، عدم تدريب الممثلين، عدم إعطاء أجور كافية ومستحقات بالنسبة للطاقم العمل الفني، هنا يكون مظلومة بشكل واضح. نعم. أيضا هناك نمط المخرج الذي يختار الممثل من وجهة نظره دون المعرفة لموهبة هذا الممثل، لمجرد أنه صديق أو قريب أو بوصية ما، وهذا يشكل خطر على نوع الدراما. نعم. الدراما يجب أن يكون الممثل، أو هناك شخصية اسمها الكاستنج الذي يقوم باختيار الممثلين الفعليين حسب كل دور، وهذا الكاستنج يكون بالاستشارة مع المخرج، مع مساعد المخرج، مع مدير التصوير، ما يتطابق شخصيته مع النص. ولكن للأسف الشديد هناك مخرجين كثيرين يختارون شخصيات بعيدة عن تفاعلهم مع النص المكتوب أو السيناريو. نعم.
وايضا جهه الانتاج او مؤسسه الانتاج تعطي صلاحيه اما للمخرج او للممثل، او احيانا يكون الممثل مسيطر على المخرج، مما يشكل عبء ديناميكي و يشكل ايضا ضمور في الاداء الدرامي. نعم. إذن ابقى معنا قليلا أستاذ عبد الرحمن، ستنضم معنا عبر الهاتف المذيعة والممثلة أماني الذماري من صنعاء. مساء الخير أستاذة أماني، كل عام وأنت بخير. مساء النور، وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله كل طاقم قناة بلقيس الفضائية بألف خير وعافية يا رب، وأنت بألف خير وعافية الشعب اليمني، وتهنئة الشعب اليمني إن شاء الله. إن شاء الله يعني كل سنة والابتسامة ما تفارق شفاهم إن شاء الله بإذن الله، وكفانا دمار، وان شاء الله السنه الواقية يعني ما فيش عندنا لا حرب ولا دمار ان شاء الله، ربنا يسمع منك. طيب استاذة اماني، يعني وانت احدى الممثلين والممثلات يعني اليمنيين، برايك ما هي اسباب ضعف الدراما اليمنية؟ ضعف الدراما اليمنية هذا سبب رئيسي هو الانتاج. نعم، الإنتاج ضعيف جدا، فالحمد لله نحاول بالسنوات الأخيرة يعني مع ظهور شركات الإنتاج وكذا أنه نكسر هذه القاعدة، بس للأسف الشديد يعني ما زلنا في نفس الإطار وما زلنا يعني في نفس القاعدة يعني بنفس المشكلة كمان. بس إن شاء الله يعني نحن آمنين خير يعني بالشركات هذه اللي طالعة، مثل شركة الوافي للإنتاج الفني والإعلامي، فآمنين خير فيها إن شاء الله أنه تقدم لنا الأفضل. ولسه لحد الآن يعني قدمنا مسلسل هفة كأول مسلسل لشركة الوافي. نعم، إذا حدثين عن دورك في المسلسل هفة، الذي يعني الدور الأخير الذي قمت به. طبعا أنا قمت بشخصية الدكتورة صباح، طبعا أول مسلسل يمني يعني يقام فيه يعني شخصية بطولة ممثلة، لأنه أنت تعرفي أنه معظم المسلسلات عندنا اليمنية أنه دائما تلاقي انه الابطال دائما يكونوا رجال. نعم. فهذا المسلسل يعني كسر القاعده، وبتقولي انه كان مسلسل لاول مره يكون فيه يعني بطله واللي هي يعني تكون ممثله، فكان دوري الامانه يعني حلو جدا، واني اشكر الاستاذ صلاح الوافي يعني على اختياره لي يعني لهذا الدور، رغم انني كنت متخوفه جدا في بدايه الجزء الاول انه اني اتقمص هذه الشخصيه، لانه هذه الشخصيه صعبه جدا. فالحمد لله يعني عديت الجزء الاول والجزء الثاني يعني زي ما تقولي انه الجمهور يعني شاهد بهذا انه تقمصت الشخصيه، والحمد لله. نعم، اذا نتمنى لك التوفيق في اعمالك القادمه. أماني الذماري المذيعة والممثلة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، يعني هناك من يتساءل لما لا نرى أعمال درامية تتحدث عن يعني تبني الشخصية اليمنية وليس تقدمها كشخصية يعني نموذج كاريكاتوري؟ هل يعني هناك صعوبة في تقديم شخصيات يعني بنائية تقدم يعني للمجتمع نظرة حسنة عن الشخص اليمني؟ نعم، أولا تحية للفنانة أماني الذماري، وهي فنانة موهوبة ودائما ما تطالب بإيجاد بنية تحتية من أجل صناعة دراما يمنية جيدة. هناك مسلسل همي همك، وهو الجزء الأول، كان يعتبر يعكس الحالة الاجتماعية أو الوضع الاجتماعي بمختلفات عدة، ثم الجزء الثاني والثالث تكرر وأصبح هزيل بسبب لا أعلم الإخراج الأداء الإنتاجي إلى ومسلسل الأخير كيلي ميني. الجزء الأول والثاني كان رائعين جدا، لكن بقية الأجزاء أصبح برضو فيه قصور من حيث الأداء الفني. ومسلسل شاهد عيان الذي كان يكتب سيناريو ويقوم بالتمثيل أو البطولة صريح التنحاني، وهو فنان كبير وشعبي ومتميز، ومن وجهة نظري أعتقد أنه كان من أهم المسلسلات التي عكست أولا قضايا اجتماعية جدا وقامت بمعالجتها في نفس الوقت يعني. هذه المسلسلات من أجل تحسين تقريبا، كان سؤالك عن من أجل تحسين صورة الدراما. نعم،
إذن أستاذ عبد الرحمن، يعني بالنسبة للسينما والتي ربما تعد من أهم الوسائل الثقافية في العالم، لماذا غابت السينما عن اليمن كدور عرض وكأفلام يمنية؟ هناك مقولة مشهورة يعني أطلق عليها مخرج عالمي، اليمن استوديو مفتوح، ونحن لما نتكلم عن استوديو، الاستوديو يمتلك مقومات مهولة من أجل خلق عمل يكون جاهز أمام المجتمع، أمام الناس. فمقولة اليمن استوديو مفتوح هذه مقولة مهمة لم تلتفت إليها وزارة السياحة ولا الثقافة ولا الإعلام. السينما حوزت بسبب العامل السياسي والعامل الديني من منتصف الثمانينات، وكان هناك قصد شديد في عدم إيجاد سينما في اليمن. أولا تشويه سمعة السينما عن طريق العامل الديني، وكنا نعرف أن السينما حرام، السينما عيب، السينما إلى آخره، بحيث لا يتقبل المجتمع مفهوم السينما. هناك لدينا تاريخ، لدينا مولود شعبي، لدينا شخصيات تاريخية عبقرية، لدينا أدباء، لدينا أحداث تستطيع أن تحول إلى أعمال سينمائية خالدة. لكن من سيجد هذا الدعم؟ من هي المؤسسة التي ستبادر وتقوم بإيجاد دعم حقيقي وجيد لإنتاج فيلم عن معدي كيكذب مثلا، أو سيد اليزن، أو زمرعلي، أو فيلم وثائقي حتى عن العظيم عبد الله البردوني وغيرهم. لذلك السينما في اليمن هي محاربة أولا دينيا وسياسيا. نعم. هناك شباب وشابات يعني يقومون بإنتاج أفلام قصيرة بجهودهم الشخصية، ما بين تجريبية، ما بين درامية، ما بين خيالية إلى آخره، وهي محاولة يشكروا عليها تماما، ويحاولون أن يخرجون الماء من الصخر في ظروف شتى، في ظروف صعبة جدا ماديا وأيضا سياسيا. نعم. إذن يعني في دقيقة أستاذ عبد الرحمن، ما الذي تحتاجه الدراما والسينما برأيك في اليمن للقيام بالدور المناط بها؟ أولا الإيجاد المفهوم الدرامي، سواء السينمائي أو التلفزيوني إلى آخره، لازم نفرق ما بين التلفزيون والسينما، يختلف الأداء. لي ملاحظة بسيطة، نعم تفضل. القنوات اليمنية سواء الداخلية أو الحكومية أو الخاصة أو الخارجية منها، للأسف الشديد أوجدت دراما بلون سياسي، منه طائفي ومنه في نزعة إيديولوجية معينة، وهذا أيضا يقتل الفكرة الدرامية المطلوبة. نعم. التي تعالج والتي يحتاجها الناس. المطلوب إيجاد معاهد فنية في البلد، وهذا أولا. تدريب أكبر قدر ممكن من الراقبين في العمل الدرامي، وتدريبهم تدريب جيد، تثقيفهم بحيث يكونوا مؤهلين للعمل الدرامي بصورة جيدة. إيجاد نقابات خاصة بالتمثيل، خاصة بالسينما، خاصة بالدراما إلى آخر، مثل بقية الدول العادية، يعني مثال ذلك سوريا ولبنان، لديها نقابات، لديها مؤسسات بحيث تراقب وتتابع وتهتم بالمجال الدرامي وركن سينمائي أو تلفزيوني. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن السماوي، المخرج السينمائي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. الشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.